بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم الإدارة العامة لمكافحة المنشآت الصحية بوزارة الصحة، رحب بكم زملائي منسوبي أقسام مكافحة العدوى بالتجمعات الصحية. طبعا هذا هو الملتقى الأول، والهدف من هذا الملتقى هو التقاء المختصين بمكافحة العدوى في التجمعات الصحية، نحكي لبعضنا التحديات اللي ممكن تواجهنا، ونحكي تجارب قصص ناجحة في بعض التجمعات الصحية من ناحية تأسيس أقسام مكافحة العدوى فيها أو تجاوز جميع الصعوبات. طبعا باسمي واسم زملائي في فريق التحول ومكتب فريق الرؤية، نشكر قيادات مكافحة العدوى واللي هم على راسهم الدكتور خالد عنزي والدكتورة فايزة على دعمهم المستمر لنا كفريق وحتى لأقسام مكافحة العدوى بشكل عام، كذلك الدكتور سطام الشيحة والزملاء مكتب تحقيق الرؤية على الدعم المتواصل للتحول الصحي لأقسام مكافحة العدوى. طبعا الآن معنا، نحن نتشرف والله للأمانة بشركائنا من الإدارات الأخرى على مدى بداية يعني من تأسيس مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة. كان لنا تواصل مباشر بداية من ورش العمل اللي تمت لنا كفريق وحتى لزملائنا بالإدارة من قبل الزملاء مكتب تحقيق الرؤية، يعني تخصيصا الممثلي النموذج التشغيلي RSD2، في اجتماعات مستمرة واتصالات يعني تقدر تقول شبه يومية صراحة مع الزملاء، نرجع لهم في حال الاستشارة، يرجعون لنا في حال أي سؤال فني فيما يخص مكافحة العدوى خلال مرحلة التحول. نتشرف اليوم بأن معنا أخونا المهندس فهد الزكري ممثل RSD2 مكتب تحقيق الرؤية، والأخت فاطمة ربحان. تفضل المهندس فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله بالخير جميعا. أول شيء للأمانة أحب أن أشكركم على دعوتكم، وحقيقة حضورنا اليوم حابين نتعلم منكم ونشوف النموذج الناجح هذا للتحول لمكافحة العدوى. طبعا مكافحة العدوى من أكثر الإدارات تعقيدا في عموم الوزارة، ومن أكثر المهام اللي فيها تعقيد خصوصا في تحولها، وما دام ما شاء الله تبارك الله يعني كثير من المناطق أنجزت إنجاز جدا رائع، هذا مثال رائع لكل الإدارات على مستوى الوزارة وعلى مستوى المناطق. فبإذن الله طبعا رسالة شكر يعني للإدارة العامة متمثلة فيكم ومتمثلة في المدير العام للجهود المبذولة والجهود الجبارة الحقيقة فيما يخص التحول. فزي ما قلت إن شاء الله اليوم راح نتعلم منكم ونشوف وش التحديات اللي واجهتموها وكيف حليتوها، وأيضا في حال وجود أي استفسار يخص RSD 2.0 فإحنا موجودين سواء كان في هذا الملتقى اليوم أو في المستقبل بإذن الله. شكرا لك مهندس فهد، شكرا لك فاطمة، شكرا لجهودكم للأمانة، يعني كنتوا معانا ستيب باي ستيب صراحة لما وصلنا للمرحلة اللي احنا نفتخر بأن وصلنا لها بإذن الله بمشاركة زملائنا في التجمعات. طبعا الآن راح نتكلم عن دور الإدارة العامة لمكافحة العدوى في تقديم الدعم الفني والمعلوماتي لأقسام مكافحة العدوى في التجمعات الصحية، وبعدها حنعطي الفرصة للزملاء بالشرقية. طبعا بداية راح نتكلم عن فريق التحول المؤسسي بالإدارة عن مكافحة عدم المنشآت الصحية، وفريق تم التوجيه صراحة بتأسيسه من قبل سعادة المدير العام ومساعد المدير العام، مع بداية يعني رسم خطوط الرؤية والتحول الصحي بالوزارة، وبالتعاون مع الزملاء بمكتب تحقيق الرؤية ومكتب التحول المؤسسي. طبعا بدأ هنا تشكيل فريقين، فريق الاستشاري للتحول الفريق التنفيذي، فريق استشاري بقيادة المدير العام ومجموعة من الخبراء بمكافحة العدوى. أما فيما يخص الفريق التنفيذي اللي هم يمكن أغلبكم قد تواصل معهم ويعرفهم، زملاء إيراني وسامي وفهد القحطاني. طبعا المهام اللي تقوم فيها اللي هم يقوم فيها فريق التحول المؤسسي
يهتم بأنه بالشراكة مع الشركات ذات العلاقة، إنه الهدف منه تأسيسه استمرار ضمان استمرار أداء برامج مكافة العدوى. كلكم تعرفون بأهمية الاستمرار البرامج لسلامة المرضى وتقديم رعاية صحية متكاملة وسليمة للمرضى. لذلك مرحلة التحول مرحلة جدا مهمة، جميعنا مؤمنين فيها وشركاء الأمانة في أننا ندعم هالمرحلة ونوصل للهدف المرجو منها. لذلك كان عندنا هاجس كبير اللي هو برامج مكافة العدوى وتقسيمها حسب نموذج التشغيلي RSD 2.0، وأيضا هل ننقل كل البرامج مرة واحدة؟ طيب لو صار دروب، كان في عندنا هاجس كبير من الأشياء هذه. لذلك يمكن أنتم لاحظتوا السنة هذه أطلقنا النسخة الثانية من اتفاقية، السنة الجاية إن شاء الله يمكن قبل راح يكون في نسخة ثالثة ورابعة. مع الوقت حنلاقي نفسنا في بعض البرامج ما هي موجودة في الوزارة أو في المديرية لكنها موجودة في التجمعات. لذلك مثلا لو تلاحظون الاتفاقية الجديدة على سبيل المثال الأكشن بلان كان في السنوات الماضية موجود في المديرية، السنة هذه احنا قاعدين نشوفه بالتجمع. هو المفترض أصلا من وقت البدء في رسم خطوط مرحلة التحول كان مفترض أنه هي من مهام التجمعات الصحية صراحة. لذلك كان الهدف أنه يتم انتقال المهام بشكل تدريجي ما يضر في أداء البرامج. فبإذن الله يعني حسب الخطة مرسوم لها يعني حنلقى بعض البرامج حتطلع من المديرية للتجمع، أو حتى بعض البرامج حقي حتكون في التجمع حتكون بشكل أكبر في المديرية والوزارة. لذلك المرحلة هذه هي مرحلة يعني قاعد ناخذها بشكل تدريجي، ويهدف أن نضمن أنه ما يصير أي دروب أي برنامج من برامج، وبالنهاية يعني نقدم نساهم في التقليل من العدوى والمنشآت الصحية والرفع من جودة تقديم الرعاية الصحية. إحنا هل إحنا اللي قاعد نشتغل حالنا؟ لا، للأمانة ما نقدر نشتغل حالنا، ولا أي لفل من لفلات مكافة العدوى أنه قاعد يقدر أنه يدي هالمرحلة هذه أو أنه يكتمل العمل بدون موضوع متكاملة. إحنا نفتخر بزملائنا من سوبي مكافة العدوى وجميع منشآت وزارة الصحة بالتجمعات والمديريات، نفتخر بشراكتنا مع الزملاء في مكتب التحول المؤسسي ممثلة بالدكتور سلطان وفريق الرائع، نفتخر بزملائنا وشراكتنا مع زملائنا مديريات الشؤون الصحية، أيضا زملائنا بالتجمعات الصحية. اليوم إحنا كلنا يعني بهاجس واحد وبرفل واحد وبهدف واحد. اللي صار بتوزيع مهام برامج العدوى، ما نقول فصلها نقول توزيع، اللي صار هو أنه إحنا كلنا وان تيم لكن وزعنا المهام بيننا. هذا يضمن لنا كوزارة أن نركز في شيء معين اللي هو الدور الأساسي للوزارة، أيضا المديرية تركز بدورها الأساسي، وكذلك تجمعات في نموذج اليوم ناجح علينا. نقول مرحلة صعبة؟ لا، إن شاء الله ميب صعبة، عندنا نموذج ناجح اليوم نعتبر التجمع الصحي بالشرقية وأيضا التجمعات الأخرى. لكن لمانة اللي شفناه في 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 التجمع الصحي بالشرقية هو مرحلة هي المفترض أن نوصل لها وكان متوقع، بس ما توقعنا أن نوصل بهالسرعة لها للأمانة، فضل تضافر جميع الجهود وأهمها دور الزملاء في التجمع الصحي. إيش ممكن نقدم لكم إحنا كفريق تحول؟ لذلك هذه يعني رسالة للزملاء اللي يحتاجون أي دعم، إحنا ممكن ندرب أي فريق أنتم تختارونه على جميع المهام، ممكن ندعمكم بالقوة العاملة بالتدريب والترشيح. عندنا داتابيس لكل خريجين البرامج التدريبية الدراسات العليا والدبلومات اللي يتم اعتمادها من إدارة مكافة العدوى في جميع المنشآت. احنا نساعدكم أيضا بإذن الله في تقديم الدعم الفني الاستشاري متى ما احتجتوا، احنا جاهزين بناء المؤشرات لقياس كفاءة أداء البرامج، من ضمنها المؤشر اللي مر عليكم الآن. أتوقع وصلنا مؤشرين على مدى شهرين، والثالث بإذن الله حينزل بداية الأسبوع القادم. المؤشر هذا هدفه ما هو برقابي قد ما هو يقيس إحنا وين ماشيين، ما يتكلم عن تجمع الوحدة ولا على مديرية الوحدة ولا على وزارة، يتكلم عن منظومة مكافة العدوى من A to Z، وهذا اللي كنا نهدف له. نوصل له أنه إذا صار ضعف في أي مؤشر ولا نسبة مرتفعة أو نازلة في أي منطقة، معناه الخلل ما هو منظومة من جهة واحدة، وخلل منظومة كاملة تبدأ من الوزارة وتنتهي بالمنشأة.
ونعمل على تحسينها. لذلك المؤشر يعني رسالة للزملاء حتى وردنا بعض الاستفسارات فيما يخصها، المؤشر ما يزعل إذا كان نازل ولا إذا كان مرتفع، قد ما أنه يعطينا دلالة أنه يرسم لنا الخط ويوجهنا أن نمشي عليه. بالنهاية إيش التارجت حقنا 100% من توزيع المهام حسب مرحلة التحول. متفائلين كثير، مؤمنين بالمرحلة على مستوى البلد مو بس على وزارة الصحة، نفتخر فإحنا يعني شركاء في هالمرحلة، وإن يعني بإذن الله بعد فترة من الزمن نقول إحنا والله شاركنا بهالمرحلة اللي بإذن الله هتعود بالنفع لنا جميعا، يعني الكل يعني مستهدف بالرعاية الصحية في البلد. طبعا من الأشياء اللي ممكن نقدمها تواصل مع الجهات ذات العلاقة وتوفير مساندات إدارية وسياسات التنظيمية بحكم الخبرة اللي وصلنا لها إحنا بالوزارة. لذلك في بعض حتى هذه يعني أحب أكد عليها، بعض الزملاء ببعض التجمعات تم تدخل فريق الوزارة، فريق التحول المؤسسي بالإدارة مكافة العدوى، أيضا الزملاء في فريق مكتب تحقيق الرؤية RSD 2.0، دخلنا حتى فيما يخص تواصلنا مع بعض القيادات الجماعات الصحية نحكي لهم هاجس مكافة العدوى، وحتى يعني لقينا تجاوب كثير من الرؤساء التنفيذيين والمدراء التنفيذيين والقيادات في الجماعات الصحية، ويعني دعموا لمعنا مكافة العدوى كل الدعم. احنا نفتخر صراحة بشراكتنا معهم، مستعدين حتى يعني للحضور في أي ميتنج والاجتماع مع أي جهة صراحة يعني لها علاقة بمكافة العدوى. أنا ما ودي أطيل عليكم وناخذ وقت زملائنا في الشرقية، لكن في حاجة يمكن سبق أن أشرنا لها لكم وارسلناها إيميل، اللي هي منصة متابعة تقارير تقييم تطبيق معايير مكافة العدوى بالجماعات الصحية. هو ويب سايت طبعا، وفي يوزرات يمكن هذه تلاحظونها عندنا الآن 6 يوزرات، نطمح أن يكون عندنا 100% من اليوزرات اللي يتابعون فيها زملائنا مدراء مكافة العدوى كل التقارير. هذه المنصة هي منصة إلكترونية، حبينا أنكم تستفيدون منها، تتابعون التقييم لجميع منشآتكم بكل الكتبري حقها من BTC إلى مستشفى إلى دينتال سنتر، وأيضا لها دليل إلكتروني يعني زي الكتالوج شلون تعاملون معها موجود الويب سايت هذا. إذا أحد من الزملاء يمكن مر الإيميل وما انتبه له أو ما عنده الدليل أو الموقع، ممكن يتواصل معنا بعد الاجتماع، راح نعطيكم الدليل، راح نساعدكم كدعم تقني فني أي شيء تحتاجونه. إذا في مشكلة في اليوزر مستعدين أن نساعدكم فيها. نتمنى أنكم تستفيدون من المنصة هذه الأمانة، بحيث أنه تتابعون مستوى تطبيق معايير مكافة العدوى في المنشآت عندكم، ممكن بناء عليها طبعا يتم تحليل البيانات كلها إلكتروني وتوصلكم يعني لايف. لذلك أي شيء تحتاجونه في المنصة هذه أتمنى استفادة منها، وإحنا جاهزين لكم. أنا أعتذر على الإطالة، يمكن أخذنا من وقت الزملاء دقيقتين، لكن والله الأمانة يا جماعة اليوم راح نحكي عن تجربة إحنا فخورين فيها، تجربة مكافحة العدوى بالتجمع الصحي بالشرقية. ما نتكلم عن مؤشر ولا نتكلم عن هل هي المؤشر الأعلى بالمملكة، لا، مش الشرقية كمكافحة العدوى ما هو المؤشر الأعلى حسب المؤشرات الأخيرة، لكن إذا نتكلم عن منظومة قسم مكافحة العدوى في تجمع، مجموعة جدا كواليفايد طموحين، يعني مو نقول انهم يعملون قد ما نقول انهم مؤمنين بالفكرة. هذا اهم من العمل، اهم من الشهادة، انك انت تؤمن فعلا بالفكرة وتتبناها مبلك للبلد. للأمانة اليوم احنا قدام مثال رائع، انا نفتخر بشراكته، نفتخر بانه اليوم هو يعني نقول عريس الليلة الزملاء في مكافحة العدوى بالتجمع الشرقية الصحي. نبغاهم يحكونا التجربة وكيف تم تأسيس القسم وكل التحديات اللي واجهها، لأن هي مشتركة ما بين جميع التجمعات للأمانة ومتكررة. نرحب زميلتنا أستاذ ريوف العازمي، مديرة مكافحة العدوى بالتجمع الصحي بالشرقية وفريقها الرائع، طبعا نعطيهم الفرصة يتكلمون عن تجربة تأسيس القسم بالتجمع. تفضل يا أستاذ ريوف. السلام عليكم، صباح الخير جميعا، شكراً دكتور عبد المجيد على المقدمة، شكراً على الدعوة، شكراً دكتورة فايزة، دكتور خالد، وبريتي، زملائكم في
تطور من زملائنا من التجمعات الصحية في المملكة. زي ما حكيت دكتور المجيد هو صراحة ما هو برزنتيشن، يعني أنا وأنا أشتغل على البرزنتيشن كنت سو إيموشنال، لأن أعتقد إن الجيرني اللي مرينا فيها فعلياً يعني مليئة بالتشالنجز بالأتشيفمنت يعني أبس أند داون وكوست أس ألوت، بس الأوتكم اللي وصلناها الحمد لله يعني نقول بإذن الله ساتيسفاينغ سو فار وأمريكان فورورد. والشكر الأعظم صراحة من الإدارة العامة الأدواء، أعتقد هم كانوا صادقين جدا إنهم كانوا عارفين إحنا وين متوجهين قبل ما نبدأ كإدارة موجودة سنين في تجمع الشرطي الصحي. فهي كانت اجتماعات كثيرة وكانت نقاش كثير على موضوع التوجه والصلاحيات، وكانت فعليا خطوات استباقية إحنا تحملها صراحة. أشكركم جدا. الكونفليكت والريزيستنت والتشالنجز متوقعة جدا في أي ترانسفورميشن، لكن احنا كقطاع صحي يمكن احنا كقطاع صحي زائد ان احنا بعد سام خاص نبلغ من بعض المؤسسات الصحيه في مو اتش تشغيل ذاتي في المدنيه، هذا اضاف تريجر جميله ان احنا ننجح في الاخر. اتمنى ان يكون تجربتنا باذن الله مفيده لبقيه الزملاء، واتمنى باذن الله ان احنا نظل ننصحه وفعليا هو الموضوع والموضوع إيمان وقدرة على مواجهة التحديات. عفوا ما تحصل؟ واضح ريوف بس الـ presentation مو باين. بس ثاني. بس إذا في كفار من الناس اي ممتاز ريوف واضح تفضل. دكتور المجيد انت عندك شارع على السلايد لان احنا الشاشه عندنا شويه اي واضح عندي، تبغيني اسوي شير من عندي ما يخالف ممتاز ترى. بس نبغى سلايد شو So, as I mentioned, احنا هنتكلم عن جيرني اللي عملنا فيها قدام كل الزملاء او فعليا الاداره العامه في الاجواء وزملائنا في المديريه وزملائنا في التجمعات يعني جيرني اكسبيرينس. يمكن احنا مرينا بوقت صعب دخول الكوفيد اخذ شويه لعبتنا في التوجه، لكن فعليا كان فيها opportunities to learn. It's something we're going to discuss in this presentation, inshallah. So, حنتكلم عن الـ Eastern Pacific Cluster Geographic Data Scope of EHS، عن Tension Control Department Timeline، لأن أعتقد إحنا في الإدارة مرينا في ثلاث مراحل ميجر، عن الـ Agreement اللي فعليا حددت الـ Authorities لكل الـ Entity، وكوفيد إيرا والإمباكت على الـ IBC Program اللي أعتقد Worldwide في العالم أثر في الـ
أزمة. إحنا كنا نشوف مطلوب من أكثر الأقسام والتخصصات اللي تعبر عن الجماعية والإكزيت استراتيجي والريسن تو لرن والأتشيفمنت اللي دام باي So, بس بريف نحكي يمين التجمع الشرقي الصحي احنا بدأنا في ابريل 2018 يمكن اللي يميز التجمع الشرقي يعني كجيوغرافيك لوكيشن نتكلم عن 22 مستشفى 13 منهم مستشفيات طرفية متعامية الأطراف 5 سيشلايز هوسبيتال و 3 نتوركس الوطنيين باي نتوركس سكوب سيرفيس للمستشفيات الكبيرة وقسمة إلى 3 سكوبس المامة في توقيتش من مجمع المامة الطبي المعروف بالمركز السابق مجمع مستشفى الضغطان العام والمراكز الصحية مستشفى القطيف المركزي قسم إلى مستشفى القطيف زائد مستشفى محمد بن فهد هو مستشفى جديد في الأزمة ساعدنا فعلا تصدي للجائحة زائد المراكز الصحية التابعة وشبكة الجبال الصحية معها مراكز الصحية أعتقد اللي فاقنا إحنا كمكافحة هذا هو الانتجريشن اللي صار ما بين النتوركس والسبيشاليزد هوسبيتال يعني النتوركس صارت في مستشفى تبع المراكز الصحية و I don't know if you agree with me لكن كان عندنا لاك انفكشن كنترول في موضوع المراكز الصحية كان تركيزنا كثير على المين هوسبيتال during the pandemic يمكن وجود عيادات تطمن وتتأكد الدور الفظيع فعليا أول مرة نشوف دور البرايمري هيلث كير سنتر في كنترول الجائحة أعطانا سكوب واضح إن فعليا المراكز الصحية مع المودل أوف كير طبعا توجهت الترانسفورميشن على أهميتها وعلى أهميتها برضه تقليل اللود على المستشفيات هنحكي عنها بريف إن شاء الله. سو كمنطقة جغرافية واحدة من يعني احنا نسميها بريفليج بلس تشالنجز لأن الشركية تعتبر أكبر تجمع صحي وكنا أول تجمع بدأ فتعرفوا أنا عندي شوية متلازمة في البداية الأولى يعني كنا الدفعة الأولى في الدبلوم في الجي سي آي كنا الدفعة الأولى في الماجستير وكنا الآن أول دفعة كنت منشأ في التجمعات الصحية سو البداية دائما لها أبس أند داون يعني هي لها بريفليج إن إحنا نكون من عدينا مرحلة معينة لكن بنفس الوقت لها تشالنجز إن إحنا نكون فيرست إكسبوجر يعني نواجه فيلير نواجه سكسس نواجه كونفليكت وإكسبكتد. سيريسلي خلوني أحكي لك بالضبط مين لأن هاي واحدة من التشالنجز الكبيرة اللي واجهتها. أنا حاطين 16 years في الإنفكشن كنترول تبع مستشفى ميد بلاند تخصصي أوريجينالي تشغيل ذاتي I never ever exposed that in watch hospitals. سو نتكلم عن منطقة جغرافية من الرفيعة إلى الخفجي إلى الجبيل إلى الدمام العيرية أصلي يعني عشان نتكلم شفافية أنا في مناطق ما كنت أعرفها موجودة صراحة خريطة الشرقية يعني أنا متشابهة فيعني أعتقد إن كانت في أحد منكم لسه في بداية تأسيس الديبارتمنت أو بداية الترانسفورميشن في بعض التجمعات أول شوك اللي أنا واجهته transforming from a system to a totally different system. ويمكن هنا هو السكسس إنه كيف فعليا إن الهدف كله increase the quality of patient care. لكن برضو to adapt to the new system takes long time. يعني تقريبا بدأنا في 2019 second quarter من السنة it takes me 2 months just to digest and I'm already professor أو أنا already leading And to lead one department, something totally different to lead 22 departments. We have different standards, different practices, or different utilities. We have to deal with our employees, deal with our leaders, deal with our practices, my standards. So, it's not only about how we started, but we have not had any assistance in the past. We have not had any assistance. Sadly, this is kind of like Allah. 2019, we got. السنة تعرضنا إلى very bad outbreak كان بينكم ميرسكو في واحد من مستشفياتنا مناطقنا الطرفية وكان زملائنا في الإدارة العامة دور جبار فعليا يأخذون بيدنا من هنا بدأت إن إحنا فعليا لازم نفكر ونجيب نتاخد أدوات تجمع الشرقية الصحية ولو أي أحد فيكم الآن يفكر الأوتبريكس اللي قررتوها في بداية التأسيس مين كان إن شاء الله؟ أول سؤال كان مين الإنشاء؟ مين المستشفى؟ المستشفى ينتمي إلى التجمع الشرقية المديرية لها دور
تجيب المعين من الأوتبريكس، الوزارة لها دور تجيب المعين من الأوتبريكس، بس التجمع ما كان له دور واضح أو مكتوب أو أتليست ديسكس إنه نعرف متى إحنا نزلنا. فزملائنا ساعدونا جدا، ظلينا تقريبا شهر مسافر من الأوتبريك، لكن الحمد لله سكسسفول كلوز في نهاية إبريل تقريبا. وريلي تعلمنا دروس كبيرة من هذه الأوتبريك، كانت لها الكبريت إن إحنا نستارت investing في infection control في التجمع الشرقي الصحي. دكتور ريز مامي رئيس التنفيذي في التجمع الشرقي الصحي أصدر قرار بتاعت تكليفي في التجمع الشرقي as مدير تنفيذي لمكافحة العدوى، وهنا بدأ تعيين تأسيس القسم. لكن أنا قلت جملة تكليفي في إدارة مكافحة العدوى أي وزنون، وهذه واحدة من المستيكس يمكن اللي أنا ما أبغى زملائي يمرون فيها، لأن خروجي إلى سيستم جديد خلاني أتخوف كثير في بداية الإدارة في الركروتمنت في المنطقة. In addition إحنا في ترانسميشن ديريد ما بين المديرية وما بين التجمع الشرقي الصحي. I can tell إن إحنا كإدارة مرينا ثلاث مراحل، وأعتقد كلنا يعني في العالم في الكرايسيس during the crisis عرضنا different exposure. لكن كإدارة مكافحة العدوى أقدر أقسمها يعني بس عشان نعرف نتكلم عن كل مرحلة. pre-pandemic هي بداية تأسيس القسم من 2019 first quarter، والباندميك بدأنا تقريبا تحضير في نهاية 2019 ديسمبر، الشغل الفعلي بدأ في جانوري 2020. وpost-pandemic يعني إحنا ما بنقول إن الأزمة انتهت، لكن بإذن الله نحن في نهايتها. لما بدأنا وستارت ريكفري بلان وباك للاي بي سي بكون very transparent, very clear معكم. I think إن everybody passed in the same period. Pre-pandemic كانت فعلياً confusion period. You need to think about establishing the department. You need to think about manpower. You need to think about الصلاحيات المعطاة. You need to think about other entity المأثرة تحول. So we start trying to gather up the scope of service. IBC manual, the structure of infection control, where we belong. Standardizing the policies ما بين المستشفيات. والcommunication pathway كانت من أهم التحديات اللي واجهتنا، لأن عندنا كذا جهة في pathway communication ما بين المستشفيات، ما بين المديرية، ما بين الوزارة، ما بين إدارة جديدة اسمها إدارة مكافحة العدوى. المانباور، الوركفورس، الكواليفيكيشن، الكفرج للمستشفيات الطرفية مثلا هي كانت فعليا التارجت والفوكس والجروب البروجرام. ومبدأ التحول يعني أنا فخورة جدا أحكي لكم قليلا عن اللي حصل في 5G مستشفى العيلة وفي الأزمة. فخورة جدا إن فعليا المستشفيات الطرفية كان لها نصيب للأسف في موضوع التحول، لأن الـ IBC بروجرام هذا الهدف من التحول، نحن ونبيتي كوستر كير تعطى لكل مواطن. كلاستر مديرية إدارة عامة، هذا كان فعلياً الـ 2019 discussion، من أنتم ومن نحن. وجملة من نحن كانت جدا مزعجة، جملة من أنتم كانت فعلا مزعجة، لكن it was there. يعني فعلياً أي transformation لابد ندخل في هذه المراحل طبيعي جداً، لكن how you accept, how you work smoothly مع زملائنا سواء في المديرية أو إدارة عامة، how we establish authorities والصلاحيات وانتقالها من منشأة إلى منشأة. هذا كان فعلياً أخذ منا سنة ونص عشان نوصل إلى agreement واضحة. و expected as I told you إن usually people is change. هذا مش بس إحنا في القطاع الصحي، يعني الناس وإحنا وياها في very long discussion with our teams، حتى لو إنك لسه يعني نتكلم عن مستشفيات مشاركة تطور، مدراء أقسام مكافحة العدوى، موظفين مكافحة العدوى عندهم كثير، عندهم late future. Some of them تعودوا على level معين من العمل. Some of them they are afraid of losing control لأن الصلاحيات تماما اختلفت. و some of them يعني عندهم فعليا valid point to ask إنه what is next؟ إيش مستقبل يعني في الوظيفة؟ إيش مستقبل يعني في what they have to do, what they shouldn't do. So فعليا والله العظيم أنا أنصح الجميع إن try to understand people. Be patient. إحنا يعني إحنا بشر في الأخير، نمر بأخطاء لابد. كانت واحدة من المستيكس الفايتنج والتشالنجينج فور إيتش أذر.
يعني أكون very transparent لأن فعليا لقد الجميع يستفيد، إحنا شخصيا استفدنا. We get mature في طريقة communication، we get mature في طريقة تقديم الصلاحيات مع زملائنا، we get mature how we deliver information، how to take information والصلاحيات اللي تبع إدارتنا في التجمع الصحي. الاتفاقية مع إدارة الكهرباء العالية والمديرية في المنطقة تمت في نهاية 2020، بس فعلياً إحنا بدأنا من 2019. وجود الأزمة فعلياً أثرت على مسار الاتفاقية، لكن الفاينل سيجنتشر كان فعلياً في 2020، لكن العمل كان عليها من بداية 2019، وهذه كانت طوق النجاح. الاتفاقية ديتيلد فيها صلاحيات الجهتين، وكانت يعني أخذنا زي ما حكيت workshops different meetings و بس it was really helpful meetings، يعني although احنا sometimes we disagree with each other بالإجابة، لكن بالأخير احنا عندنا product IBC program ما نبغاه في الوضع. دكتور عبد المجيد حتى نقطة احنا زينا شوية من الشركة التحول، لكن it's true لأن أعطيتونا general picture. Sometimes you feel that you are doing good بس combining المنطقة كاملة، لأن إحنا ما نتكلم عن التجمع والأزمة كانت أكبر من ذلك، نتكلم عن مديرية وتجمع وجهات أخرى وشركة، ممكن يأثر على مؤشراتنا، ممكن يأثر على سير العمل، ممكن يأثر على quality of work. الذكاء نحن نستفيد من ذلك، يعني التحول فكرته أصلاً إن إحنا كيف نستفيد من الموارد الموجودة وكيف نسوي إكستشينج الأسوريتيز فيما يخدم في الأخير المريض، فيما يخدم برضه الناس الصحي، لأن إحنا عاجبنا الكونتاكت حلوة، نتعامل مع المريض ونتعامل مع الناس الصحي. So I'm so proud of this agreement، صحيح إنها takes long time review going back، لكن كان فيها nice exercise إنه حتى within the one year during the pandemic تعلمنا أشياء جديدة، يعني تعلمنا إنه في صلاحيات معينة need to go deep the operation مع التجمع. صلاحيات لا تضم زملائنا في المديرية في الجهة الاشتراكية، لأن at the end أنت تحتاج different eye to look to you. يعني أنا مثلا نأخذ الـ eye كمثال، I want to audit our process، أنا أحب bias، I need different eye to look to the eye standards. هذا اللي حصل مع زملائنا في المديرية. So the final conclusion can be very nice. We had the agreement signed by 2020 من رئيس التنظيم للتجمع والمدير العام للشؤون الصحية. هنا احنا تقريبا انتهينا من البري بانديميك، ما احنا ما كان عندنا الوقت الكافي نكمل، يعني اكون امس معاكم، we didn't finish our manual yet, we didn't standardize our policy yet, we conducted several meetings with my directors on infection control، لكن دخول البانديميك change the game. يعني اعتقد كلنا احنا مرينا بنفس الظروف، التشالنجز كانت عاليه جدا، السيرفيس كانت بما يخص ان احنا نشتغل استراتيجي في الجزء المفروض احنا كاداره نحط في يدنا الان نفكر بالاستراتيجي كوي هاو تو موف الديبارتمنت فورورد، لكن وي كودنت دو ذيس لان everybody was busy with COVID، بس فعليا احنا استفدنا كثير opportunities من الازمه. كنا سباقين في اعلان اول حاله COVID في المملكه، كان في نايس effective preparation نهاية ديسمبر 2019. We start preparing our hospitals, we start auditing, we start looking to our PPEs, staff education. يعني أنا أقدر أقول إن infection control في أوج نجاحهم في الأزمة فعليا كانوا star heroes together مع frontliners ومع زملائنا طبعا الممارسين الصحيين في كل تخصص، لكن كانت هذه أولي، يعني الأزمة فعليا shows us the importance of infection control في المؤسسة، مو بس في مؤسسات صحية، يعني الآن حتى خطوط الطيران، حتى other governmental institute وبرايفت، they are looking to infection control. So the pandemic واحدة من البيج بريفليج للانفكشن كنترول، it shows the importance of infection control. وفعليا حتى البراكتسز، يعني الآن تشوفون الكوميونتي، البراكتسز فور انفكشن كنترول امبروف، وأعتقد حتكون جزء من اللايف ستايل. وجودنا كمكافحة عدوى كان روتين ورك اللي احنا we do before plus enhancement the other things that we face we didn't exist to face during the pandemic. So كنا المين جول ان احنا to provide a safe environment للمرضى والممارسين الصحيين
monitor education, creating protocols, واحنا كنا من اول الامارات بنساعد على اللوك داون في التكليف. كان سي بي سي وقايه اعلنوا البروتوكول later on, بس sometimes you need to be proactive in inter-affected area. So سوينا احنا بروتوكول على موضوع الريزنج, لان تقريبا majority of our team كان في التكليف. تخيلوا يعني فيس يعني مجمع في شركه الامارات الصحيه كان عندنا 1 infection prevention strategy possible. والمجمع الطبي كوفيد سنتر. فتحريك الريسورسز هذه واحده من الادفانتج بين كلستر كان ايزي, يعني وي كان موف انفكشن بريفنشنست من اكس هوسبيتال تو سبورت اكس هوسبيتال, وي كان موف اكوبمنت من هذا المستشفى الى هذا المستشفى. هذه واحده من البريد بريفليج ان احنا عاملين يعني زي وان سيستر هوسبيتال وي موف الريسورسز على حسب احتياجنا. كان لنا دور كبير في اللينك بين الديبارتمنتس في الكوميونتي برضه, كنت لينك الكوميونتي على الهوسبيتال لان الامباكت كان طبعا انكريز في الكيس كوميونتي تو الهيلث كير سيستم. كان لنا تجربه جديده في الكورنتينز في الاوديتنج في الاتكشن كنترول براكتسز. تضمن كلينك برضه تجربه جديده على المملكه, بينت لنا اهميه فعليا المراكز الصحيه. الفاكسينيشن سايت تجربه جديده كان دور مكافحه العدوى عالي جدا فيها, وطبعا سبورت الورك فلو لاي سوشيال. مكافحه العدوى كان ممبر اساسي في كل تقريبا الكومتيز اللي انشئت في تجمع الشرطي الصحي, اهمها السي سي سي. وكان عندنا بالبريشن كوميتي برايور الازمه وكيس مانجمنت تاسك فورس لمراقبة التريسنج للكورنتين بيشنت. يعني احنا بداية الفيرست كوارتر من الأزمة يومبر لما بدأت الكورنتين, فكنا مع الصحة العامة ونمونتر ايتش ايزوليشن, وكان هذا فعليا فيري جود ورك ونيو اكسبوجر لنا. الناشونال فاكسينيشن بروجكت برضه في نوفمبر والميديا تاسك فورس, لأننا اي ترولي بليف ان احنا اصلا ككوميونتي نتأثر كثير في الميديا. We have a really great media team. We sit with them. يمكن هذا الموضوع الآن during the pandemic, everybody busy. ما المركز. Who's talking to the community? مين قاعد يتكلم للناس؟ مين قاعد يتكلم للناس الصحي؟ لأن regardless education, regardless learning we are doing, لما تحصل crisis something different. يمكن واحدة مثلا مثال من اللي احنا واجهنا shortage of PPE اللي صار ما كان اكسبت. يعني احنا نعطي staff education how to do, how to remove, how to what to use and which precaution. Like, we never train the staff. What if we have zero sick? يعني الحمد لله الحمد لله الله من علينا ان احنا ريتش كانتري, لكن we never thought ان احنا في يوم من الايام نكون zero staff surgical hospital. We never thought ان احنا نكون في يوم من الايام zero staff في 95. So I will never forget a discussion, يعني كان very hard discussion. One of our ER وقت ما كان الفلو المرضى عالي جدا, الفيزيشن والنرسز دي ار سكرينينج وي ونت تو تيك ذيم سيلف وما كان عندنا انف بيبيز. سو الحوار كان ناو وي هاف تو سولف ات, هذا المتوفر ناو وي هاف تو سولف ات. This is when we came in the protocol how to use a 95, how to use surgical mask, the other surgical mask in 95, how we categorize the patients as suspected, positive, حتى على عزل المرضى suspected. يعني I think إن اللي صار أنا الحين I recall as a nightmare, لكن كان very tough decision for us as a patient control. هذا كان قرار أخذ ساعتين بالليل يعني ما نسوي هذا اليوم to cohort patients لأن ما كان عندنا enough rooms. يعني المرضى كانوا جزء منهم كوردوس في ER فول, inpatient فول, ICU فول. So في painful decision sometimes as a patient control you need to take it, بس it's not ideal always. فدورنا يكون to minimize the risk, لأن الريسك already there. يعني احنا we cannot prevent the first wave of that problem. لكن دورنا كان critical how we minimize the risk. كيف نسوي categorization للمرضى؟ كيف اتحرك مع shortage of PPEs الموجود؟ كيف اعطي different education للهيلث كير وركرز؟ كيف اطلب الدعم؟ كيف اوزع الدعم على حسب الاحتياج في المناطق؟ يعني نتكلم عن منطقة زي الدمام it was hit badly اكثر من المناطق الثلاثية. بعدين بدأت الحالات في المناطق الثلاثية. توزيع resources, توزيع manpower كان very essential during the crisis. Cooperation is essential. بدون التعاون سواء within
منشآت تجمع الشكل الصحي أو وين زملائنا من الإدارات الأخرى بس نبغى هذي responsibilities was shared. وأنا أحكيكم إنه كانت بريفريج الأزمة لأن ما كان عندنا وقت للكونتكت إحنا we work together يعني أمس كان كنا حاضرين تكريم منشآة صحية وكان very inspiring speech إنه فعلياً now we are sitting to يعني to release and to breathe. ما حد حس في الديفرنت كنا البلد كلها كانت واحدة كنا فخورة جدا في المسافة الشرقية نحن we did everything ورانا we move forward how we overcome الأزمة من الشؤون الصحية من زملائنا المديرية من الإدارة العامة للكهرباء الدولية من زملائنا مكتب التحول من زملائنا each directors each leader في التجمع الشرقية الصحية الآن to be more specific إحنا مش post covid لكن في نهاية الفترة الأخيرة السنة cases as you know خفت كثير الحمد لله والإجراءات الاحترازية goes down so بدأنا مرحلة قسم المرحلة هذه لا يعني لا تقل صعوبة عن المراحل اللي قبلها لأن الآن إحنا نتعامل مع post covid damage which is worse لأن during the pandemic أغلب البرنامج تبعنا في محطة الجهاز المجري was shut down ما كان عندنا وقت حتى للسيرفيلانس ما كان عندنا وقت للأوديتنج ما كان عندنا وقت للميس بروجرام سو بعد الكوفيد بعد مرحلات بدأت تقل خططنا إن إحنا نسوي كل ريكفري بلان كنت ريكفري بلان أي مين نحن نبغى نعرف إيش الأرض اللي إحنا واقفين عليها الآن أتليست نبغى نعرف مثلا السيرفيلانس سيستم وير وي آر الإم دي آر أوز مونتيدر بيزنس أورجانيزم نبغى نعرف السبلايز وين الشوتج اللي بنفعل مين كي بي آز So we started active surveillance in our ICUs. We have been hit by several outbreaks. وأعتقد globally أصلاً العالم كله واجه كثير outbreaks في ICUs وتوافق كم دوريس. لكن أقدر أسميها هي مش تسمية علمية دقيقة لكن it was an induced outbreak. يعني I remember first meeting مع زملائنا في الإدارة العامة عن الـ VI outbreak in Northwell Hospital. يعني حتى we entered the first hospital report 9 VI. Fine. Yes, true. But when we started screening, we know what we expect what will happen. You know, we expect to find a huge number of multidrug resistant organisms. The Aslan Atom Approval Social Program during the crisis, not any of it. So, but I'm going to add a plan comic. Now, we dig one. We do screening for all ICU as a recovery to establish our surveillance system. كان هارد وورك لان احنا تقريبا اشتغلنا ريتروسبكتيف نبغى نعرف السنه 2020 ايش صار فيها كان فعليا هارد وورك من كل رؤساء سنه هذا الوقت من التجمع وكان فعليا برضه هارد وورك من زملائنا في المديريه لان هم فعليا كانوا يراقبون الانديكيتورز موضوع الانتي بروجرام مثلا موضوع المالتي درج ريزيستنت ريبورتنج في الاوت بريكس So I can call it like an exit strategy now, how we can exit the asthma healthcare system to affect the region. I think that the asthma, so what we know, it's very clear the healthcare system, and we know where the strength, where the weak points are. So the surveillance systems, as I said, we're going to the data. We start active surveillance with COVID centers. Finding very shocking results. واجهنا the RE outbreak, واجهنا acute vector outbreak, واجهنا CRE outbreak, واجهنا Candida aureus, تكتب الحالة واحدة من outbreak, واجهنا Enterococcal outbreak, water bug. لكن الحمد لله تم التحكم فيها تقريبا خلال يعني 1 to 2 months, especially إذا كانت part of our active surveillance system. طبقنا نظام البروتوكول فور ادمشن اند ريفيرال لان احنا نتكلم عن منطقه كامله فالمجمع الطبي في مركز المستشفيات اللي بيسيف كوفيد كيسز فروم ايفري وير سو بنا اتليست بروتكت ذا جيت خاصة يعني اتليست ذا جيت ذا جيت انا كنت رايحه اقول لي ايش عندك هذا كان مطبق قبل لكن مدير الازمه كان عندنا مشكله في السبلايز والجيتس والبلاي الادمشن كريتيريا اصلا بدأنا reinforcement education بدأنا using the AVIC audit assessment tool this is our hospital to do assessment again الأكثر program ابتدى فعليا احنا تقريبا من شهرين مع زملائنا في المديرية والإدارة العامة كل البروجرامز بدأت activated الأيكا showed us where we stand
واجهنا مشكلة في تعقيد one of our big hospitals كان جزء من الـ active surveillance program. كل ألم لابد يطلع من النجاح. I totally believe يمكن واحدة من التشالنجز اللي ممكن نواجهها إن بعد الأزمة you need to settle down, sit back, think what you're gonna do, how we improve service. So ما كان عندنا وقت كثير. الناس leaders فينا فعليا كوابت ومتحمسين جدا إن إحنا improve fast, recover fast. So كانت واحدة من المشاكل اللي تواجهنا كإدارة وتواجه الجميع structure for action control. لأن إحنا كaction control نيجي من different background. نعمل كمونيكس يعني ندور أنا يوقف كاتشن control يعني بيدي. نسوي surveillance, نسوي auditing, نسوي environmental sampling, نسوي حصل notification, clinical disease notification. We do everything. وهذا فعلياً يضيع أول شيء يضيع resources من ناحية expertise ويضيع quality of work in the client department. So بدينا مع our major network demands شغل demands الصحية إن إحنا standardize infection control structure with three units. مغطاة بالكلينيكال ابيديولوجي education and training with environmental services. When I say environmental services, it's infection control environment. It's the whole services quality. رفعنا during the أزمة رفع أمر الدكتور عبد العزيز برفع reporting للinfection control في المنشآت الصحية to be reported directly to the CEO. هذه صراحة أنا أشوفها one of the biggest achievements. And infection control is all about authority and support. We start initiative مع زملائنا في المديرية والإدارة العامة. بدأنا تقريبا من شهر تارجت نزيل كلاسي في ثلاثة نتورك ثلاثة كوفيد سنتر. وسبب اختيارها كان لأننا من 2020 نهاية السنة بدأنا ريدكشن 25% وفعليا الداتا شوز إن احنا وي ار جوينج دراماتيكلي كليس في كلاسي. وكلاسي زي ما انتم عارفين هو 13 باي 13 انفكشن. So بدأناها في ثلاثة نتورك وإن شاء الله الريزلت فيري بروميسينج. البروجرام حياخذ تقريبا 4 months في نتورك في كوفيد سنتر. بدأنا نمبر وان اناليسيس لأن واحدة من التشالنجز اللي واجهناها واللي أعتقد الجميع يواجهونها من أساس النظرة الجديدة how deeply you interfere في الأوبريشن. احنا 2019 انهلكنا أوبريشن يعني we go كإدارة we go in hospitals we help them to work we help them to conduct surveillance we help them to do outbreak وعلى يعني على تأسيس الإدارة ضربنا ثلاثة outbreak ثلاثة مستشفيات. So this really takes your power as cluster department. يعني إحنا دورنا المفروض في الأخير يعني I can see within 3 years from now we can حتى decrease the number of إدارة we can look more strategic. يعني initiative like this lead by infection control at cluster. يعني I'm not expecting any of the hospitals to go to the general directorate إحنا لأن الناس busy with their day work. لكن إذا إحنا كإدارة قررنا في الأوبريشن هذا اللي صار فعليا معنا. لكن إيش السبب؟ السبب كان الكواليتي أوف IBC المستشفى الكواليفيكيشن اليرز اوف اكسبيرينس الاكسبوجر. يعني ما اتوقع سينيور لما بقارن سينيور انفكشن بريفنشنز في تخصصي او سينيور انفكشن بريفنشنز في المجمع او سينيور انفكشن بريفنشنز في العيليه او العائله توتالي ديفرنت. فبدانا في نمبر اناليسيس مع زملائنا في الاتش ار ان احنا ونت تو نو عدد الاي بي سي الانفكشن بريفنشنز الموجودين في التجمع كواليفيكيشن يوز اوف اكسبيرينس background ملفات من الوظيفية الأساسية. وطلعنا very nice data كانت shocking. Although we know each other بس it was shocking لأن تقريبا 75% أو 68% من الموظفين من leaders في infection control من non-power المدير في infection control department wasn't qualified. ولما نحكي qualified نحكي certification يعني majority of them in job training. يعني عندنا موظفين 15 years experience in job training. But they don't have a certification for infection control. From that, يعني لما بدأت الأمور أكثر وشفنا نحن فعليا لازم نقوي الفاونديشن تبعنا في infection control في المستشفيات علشان أولا نرفع الكواليتي في الـ IBC program، ثانيا وش نستيب باك از استراتيجية IBCD في الكلاستر.
رفعنا احتياجنا لبرامج تطويرية لأخصائيين كليدرز كشبكشنز. So الحمد لله this is يعني something we are proud of. Last 2 weeks back we signed an agreement مع جامعة إلكترونية to establish magister program في العلاقة. المرحلة الثانية تجسير المراقبين الوبائيات في الجامعة الشرقية الصحي اللي عددهم فعلا مهول وجزء العالم كان فقط حصن reporting communication وبرامج ثالثة يكون مع زملائنا في الانتجريشن. يمكن هذا الصورة الآن لكن it wasn't really there بسهولة يعني أنا أوضح لكم من الحياة الرياضية ترى في كثير challenges وكثير meetings وكثير justification to come to this impact result. فـ we worked تقريبا 3 months على هذا البروجكت which we done next week إن شاء الله حتكون عندنا اللجنة العلمية لبداية البرنامج. أنا حبيت أكتب السلايد هذا العربي لأن فعليا conclusion للجيرني اللي احنا عشناها كانت واحدة من أول challenge اللي overcome it السلطة ما بين الجهات المتشاركة بالخدمة سلطة تشكيلية سلطة تنفيذية. فالأجريمنت اللي عرضناه كان فعليا ساعدنا كثير ان احنا نستبلايز ثينكس مع زملائنا من كل جهه والصلاحيات المعطاه للطرفين وكيف احنا ممكن نستفيد من بعض. الدكتور عبد المجيد اكيد يو بي امبرس ان شاء الله بالتقرير القادم اشرح عن التحول لان كانت واحده من النقاط علينا في كي بي ايز التحول الاجتماعات ان احنا ما نجتمع مع زملائنا في المديريه. That was true. So عشان اللي مضى تقريبا احنا we meet every week. We are with us in each project. We are supporting us in each initiative. So القادة والمسؤولين من القطاعات الأخرى مهم جدا اندماجهم مع التحول، مهم جدا اندماجهم برفع الرعاية الصحية. الثقة والثقة والثقة. لابد احنا نفتح حاجة ونكسر ثقة القادة. رفع الريبورتنج للسي اوز wasn't easy. We face some challenges مع بعض الـ CEOs. We know إن إحنا كتخصص مش easy digest material. لكن فعليا لما القادة يثقون بإنجازنا أو يثقون بتأسيسنا حيعطونا what they expect. إحنا نعطيهم what they expect هم يعطونا what they expect. ثقة الموظفين مهمة جدا. ضروري جدا التواصل مع سامكا في الجدوى. نسمع لهم، نجتمع معهم، نشارك في تطويرهم. ما نخلي نظام البلين كلتشر لان هذا كان من ضمن البدايات ان الموظفين كانوا بيأكسس لان احنا للاسف دخلنا في تحول في جري زون الموظفين مو فاهمينه وبعدين جاء الانتكشن كنترول يعني زي ما اقول لكم زاد قبل يعني انتم مين انتم انذر هيد انتم انذر لاير بعد المديريه والوزاره سو انتم انذر هيد يعني كثير كان في تفاصيل دسكشن مع الانتكشن كنترول ليدرز وامبلوي في منشاتنا 22 هذا واحد من البيج كونسرن. نعم يوم اقدر اقول لكم ان احنا كسبنا ولاء وثقه كل موظفينا في المنطقه. اوضو الناس اللي كانوا فيري ريسستنت. لان اذا كنا احنا بلين هدفنا فقط التطوير مين هو الاندستاند؟ احنا كلنا جزء من شركاء التحول. دورنا فعليا ان احنا نصحح المفاهيم وهو ابدا ابدا لن يكون لونج تيرمي البلد كلها في التحول وفخورين جدا احنا جزء من التحول العظيم. وهو ليس اوبشن اتس ريلي واجب علينا على المديرية على الإدارة العامة على التحول this is something we have to go together for. Thank you so much. أتمنى أن أطلق عليكم. This is just briefly our experience. نجاوب الشركة بدائية شوي وجديد I really invite you all بإذن الله at the end of November بيكون عندنا first webinar شو كان استاذ ريوف الله يعطيك العافيه سعيدين والله للامانه باستضافتكم اليوم وسعيدين بهالتجربه انا والله للامانه كنت مستمتع صراحه من بدايه البرزنتيشن لاخره تجربه جدا رائعه تدرس انا اتوقع ان احنا كنا نقول انه نموذج على مستوى تجمعات المملكه انا اشوف انه نموذج صراحه يعني خارج المملكه ايضا كيف اليه تاسيس قسم
وحتى انه يعني كان اول تشالنج واجهكم الكوفيد، يعني ما هو بسهل الموضوع. شكرا لكم زملائنا وتحياتي كل فريقك الرائع ريوف. احنا نبدا الان بعد اذنكم الدسكشن. اي احد عنده استفسار فيما يخص للزملاء في الشرقيه وحتى بشكل عام التحول، احنا جاهزين كذا. تسمحوا لي انا عندي اول سؤال الاستاذ ريوف فيما يخص الاكشن بلان للاوديت لايك سبيل مثال، ايش الاليه اللي يتبعها التجمع؟ يعني انتم كفريق هل تجتمعون في اجتماعات دوريه، تقرون التقارير، كيف تساعدون المنشاه في تحسين مستوى المعايير؟ طبعا احنا واجهنا مشكله في موضوع الاي كلا في موضوع الاكسس، واعتقد هذا في كل البروجرامز، لان في جهه التجمع كنا مضافين في البرنامج، وشكرا لك يعني احنا تقريبا من شهر صار عندنا اكسس في البروجرامز. كانت الاي كلا توصل للسي او مباشره بدون وصولها لقسم التحكم، فكنا شويه ديس اتاتش ان احنا نرجع ورا المستشفى ان اعطونا الاي كلا بالراجع. نعم صار عندنا دايركت اكسس نقسمها باي هوسبيتال، وي ميت وذ ذم بالكوارتر ميتنج تبعهم، يعني كل مستشفى عندهم هذا الاكزكتيف ميتنج المفروض بالكوارتر، سو انفايت اور سيلف تو ديسكس مش بس الايكا اغلب الاي بي سي بروجرام على حسب. المديريه نفس الشيء صاروا سكجول زيارات للمستشفيات بنبوت اس از نحن نتواصل مع المستشفيات، لان هذه كانت واحده شوي من الجابس الويف مع المستشفى، إن مين يتواصل مع المستشفى. ففي البداية كنا نواجه مشكلة إن كلمنا المستشفى إحنا عندنا فلان زميلنا من المديرية. طب ما أنت يكسبت فومي أنا أشوف ده. It was a typical example اللي حصل عندنا في قسم التأكيد. كان very excellent، يعني سوينا root cause analysis فعليا was excellent إن إحنا identify where is the gaps. فبعد حصل نشر مع دوريا مع الدكتور عبد الله مستي إنه to identify إيش البروغرامز اللي إحنا بنقسمها وجدول الزيارات وتوي communication مع المستشفيات أو مع الإدارة. الله يعطيك العافية ريوف، شكرا لك. الزملاء إذا أحد عنده استفسار أو ملاحظة تفضل الله يعافيكم، نقاش مفتوح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عبد المجيد معك، دكتور محمد اليباري مدير محافظة العدو في تجمع مكة المكرمة. معروف الله يحفظك، تفضل. حياكم الله الزملاء، الله يعطيكم العافية، ومشكورين جدا على ترتيب هذا اللقاء وفريق التحول تحديدا في دار العام كافة العدوى بقيادة الدكتور عبد المجيد، تواصلهم الدائم وفريق العمل معه بشكل شهري صراحة متواصلين، وأي شيء نحتاجه بنتواصل معهم متواجدين على مدار الشهر يعني، فالله يعطيهم العافية، ومشكورين زملائنا في التجمعات الصحية الأخرى والتجمع الصحي في الشرقية. شكرا شكرا لنشر التجربة هذه المتميزة. بصراحة اختصرت الأستاذ الدكتور ريوف العزمي التحديات اللي واجهناها بالذات في البدايات، وأعتقد أنها طبيعية في بداية تأسيس أي منظومة أو أي إدارة، صعوبة البدايات دائما تمام، لكن هي الحمد لله يعني مسألة وقت وبالتدريج تتسهل مهام وتوضح. كان في lot of confusion في البداية، إيش مهامنا إيش مهامكم، وتكلمت لنا دكتورة بالتفصيل، فلين اتضحت صراحة الاتفاقية اللي تعاملت من الإدارة العامة وتحدثت مؤخرا يعني كانت يعني حل حاسم لتوزيع المهام وإزالة الحيرة هذه، إيش مهامنا وإيش مهام المديرية وليش في إدارتين، يعني إدارة هنا وإدارة هنا. فالله يعطيكم العافية، التزام بالاتفاقية يعني صراحة ساهم كثير، والتواصل الكوميونيكيشن كان أهم كمان برضو من إدارة مختصة بالتحول وتهتم بالتجمعات في الإدارة العامة. فشكرا شكرا جزيلا، والله يعطيكم ألف عافية. شكرا لك دكتور محمد، الله يعطيك العافية، وشكرا للزملاء في مكة. للأمانة في مكة المكرمة يعني إدارتين بالمنطقة من ناحية المديرية والتجمع للأمانة لا تقل عن بعض، فشكرا لكم، الله يحفظك.
تفضل يا اخواني. ده السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير على الجميع. اخوكم فيصل رشيدي مدير مكافحة عدوى التجمع الصحي في القصيم. نعم حياك الله. نشكركم على هذا الاجتماع والملتقى، واشكرك اخوي الدكتور عبد المجيد على مثل هذه طرح الاجتماعات والتعرف بالاخوان في المناطق الثانيه، في الجامعات الثانيه، واشكر تجربه صحه الشرقيه مثمره كانت صراحه، كانت تحديات قويه. انا كنت اواجه اكثر صعوبه واجهناها احنا في تجمع القصيم هو الاعتراف بالتجمع الصحي في اداره العدوى الصحي، اعتراف المستشفيات في كاداره ثانيه لمكافحه العدوى. المرجع مين؟ في مثلا بعض البرامج ارسال احصائيات شهريه ترسل لمين؟ فهذه الاشكاليه اللي كنا احنا نواجهها صراحه، الاعتراف بمكافحه العدوى بالتجمع الصحي. فالحمد لله تغلبنا على هذه المشكله، وصار التعامل جدا يعني سلس ومتناغم بين الزملاء في المديريه. واشكركم على مره ثانيه على مثل هذا الملتقى. شكرا لكم. شكرا لك اخوي فيصل، يعطيك العافيه. يمكن جوابك او سؤالك او التشالنج اللي انت واجهته يمكن ذكرتها ريوف باخر سلايد لها، لما انا ثقه الفريق فيك وثقه الموظفين يمكن لاحظناها في كذا منطقه، متى ما كان التجمع قريب من المنشات قريب من التيم وشايفين تاثيره، يعني ما هو جزء رقابي على المنشاه قد ما هو فعلا يعني احد اعضاء فريق مكافحه العدوى في كل منشاه، متى ما كان الفريق حاضر للدعم جوا المنشاه يعني صدقني راح تنحل التشالنج هذه. ولكم انتم تجربه فيها التجمع الصحي بالقصيم، يعني لمانا انتم اساتذه بهذا الشيء، الله يعطيكم العافيه. تفضل. هو احنا ما نمسك العصا، يعني احنا احيانا نكون فعليا مسؤولين، وجود التجمع بحد ذاته مقلق للموظفين. فيعني كان بعض زملائنا كيف يعرف نفسه؟ انا فلان فلاني تجمع، يعني التجمع لما قلنا انا عندي جرين كارد للجنه مثلا، فكانت تسليك العصا تستخدم على الماس الصحي او على الادارات المختلفه، او تشنجي ساندويتش. مؤمن جدا ان السموث ترانسميشن ونخلي الديبارتمنتس نفسهم يؤمنون بأهمية وجودنا، لأن احنا ما نبغى نجمع إحصائية أو نكون أنذر داير فوقهم فقط نأمر منها، احنا نبغى نكون جزء من الإمبروفمنت. فكانت النقطة الأهم الموتيفيشن، إن احنا ما هو موتيفيتر نكون جزء من التحول اللي قاعد يصير، كيف نقنع عليهم مهمين ونقول احنا فعليا نفيد، يعني احنا في إدارة احنا مضغوطين مع بدون المستشفيات. الله يعطيك العافية ريو، شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. ممكن تسمح لي بس دكتور عبد المجيد في المداخلة؟ تفضل الله يعافيك. معكم بشرى الشريط من إدارة مكافحة العدوى بالتجمع الصحي في محافظة الأحساء. نعم والله. أشكرك جدا دكتور عبد المجيد على إتاحة الفرصة لعمل هذا الملتقى، فرصة جميلة، وأشكر بالإضافة إلى شكري لدكتور عبد المجيد أشكر الأستاذ ريوف لمشاركتها هذه التجربة الجميلة جدا يعني المثمرة اللي ألهمت الآن الإدارات الأخرى في التجمعات الصحية الأخرى. أنا ما راح أطول عليكم، لكن حبيت أشارك التجربة في محافظة الأحساء. ممكن كانت التجربة مختلفة تماماً بالنسبة لتجمع الشرقية، كون الفريق الأساسي كان هو جزء كان من المديرية قبل أن يستحدث التجمع الصحي، فكان الانتقال جداً سلس. معظم أعضاء الفريق هم already في الفيلد و expert و they know every single program في الإدارة، فما كان في أي لابس، لكن هو فقط في المهام التفصيلية لكل برنامج، لكن الاتفاقية اللي صدرت من الإدارة العامة يعني ساعدتنا كثير بالتنظيم الداخلي، وزعت المهام وأصبحت الأطراف عندها فهم واضح وصريح على البرنامج.
الآن إحنا ماشيين الحمد لله على الاتفاقية، ما في أي مشاكل تذكر، صرنا لاصقين أكثر بالمستشفيات كتجمع صحي، تنفيذيين أكثر، وجودنا أكثر في المنشآت الصحية، أكثر تقاريرنا يعني تكون للمديرية مباشرة، والموضوع يعني ماشي كويس بإذن الله. لكن ما عندي يعني تساؤل أو استفسار بسيط إذا سمحت لي دكتور عبد المجيد. الاتفاقية ما وضحت chain of communication، يعني لو كان في concern، احنا عارفين انه في اغلب البرنامج هي فيها منسقين من المديرية ومنسقين من التجمع، كل واحد له مهامة. منسق التجمع هو عنده العمل التنفيذي على البرنامج، تفعيله ومتابعته والعمل عليه. منسق المديرية هو الجهة الإشرافية على متابعة تفعيل البرنامج. لكن لو كان في أي مشاكل بالبرنامج أيا كانت نوع المشاكل، هل يعني يكون في تواصل مباشر بين منسق التجمع إلى منسق الوزارة، أو يكون عن طريق المنسق المديرية؟ الله يعافيك بشرى، ومبارك لك الثقة بتكليفك مؤخرا مدير مكافة العدو بالحسا، يعني خير خلف لخير سلف وفك الله، وإحنا داعمين لك في أي وقت، يعني جميع فريق الإدارة والزملاء بالمديرية أيضا بالحسا بقيادة أخوي الدكتور بدر السيف ما يقصرون. فيما يخص أي إشكالية في فهم الاتفاقية وبنودها وفي التواصل، في بند ينص في البارت الأول من الاتفاقية أنه تخضع الاتفاقية في حال صار أي اختلاف فيها توجه المراجعة من قبل إدارة مكافأة العدو. لذلك إحنا يعني قلوبنا مفتوحة قبل أبوابنا، جاهزين في أي إشكالية. وهذا الدور لما أنا هذا فكرة تأسيس فريق التحول بالإدارة، توجيه من الدكتور خالد والدكتورة فايزة، جاء التوجيه في أن إحنا يعني نتشرف بقياسة أو إدارة التوازن هذا في أداء البرامج، سواء فنيا بالإدارة حتى في المدير والتجمع وحتى في الجهات اللي خارج الإدارة زي مكتب تحقيق الرؤية. لذلك إحنا موجودين أي وقت، يعني أتوقع زميلات على تواصل دائم معك رانيا وسامية أي وقت، وحتى أنا تليفوني أنا جاهز أي وقت في حال احتجتوا أي توضيح بيننا. السلام عليكم. الله يحفظك، شكرا لك. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. حاجة تفضل دكتور تفضل. أولا شكرا جزيلا للاجتماع المهم ده، وسماع تجربة الأستاذ اليوف. طبعا العرض اللي قدمته ده يعني ده ملخص للحاجات الداخلية الكتيرة قوي، المشاكل اللي هي واجهتها، فطبعا هو جود تشكر عليه، من انا اعرف هذه المشاكل كويس قوي، انا بشتغل في مكافحه العدوى بقالي 30 سنه، عارف الحاجات اللي جواها كلها ومقدار ما واجهته. بالنسبه هنا بالنسبه للمنطقه والحقيقه انا لسه ماسك من شهر فقط، لكن بدي اسال الدكتور عبد المجيد بعض التفسيرات الموجوده. اولا الاتفاقيه بين الاتفاقيه الاولانيه والثانيه، زي ما انا شايف كده قصادي، ما فيش دلوقتي المراكز الصحيه، ما فيش الاسنان، يعني ايه معناها ايه؟ مش فاهم معناها، يعني ما خلاص نلغي هذا الكلام ولا ايه بالظبط؟ انضاف طبعا برنامج الميكروبات المقاومه للمضادات الحيويه، انضاف ونضاف كمان التدريب والتعليم، مش موجود الاثنين الاولين اللي كنا بدانا نشتغل عليهم، وزي ما وضح كمان الاستاذ ربيع في الهيكل التنظيمي للمراكز الصحيه، وده كنا بدانا عليه لان هو ده الاساس. يعني الكلام اللي قالته الاستاذ ربيع كلام صحيح، البيز اللي تحت اهم حاجه، الجزء التريننج والادوكيشن
مهم جدا في بالنسبه للبي اتش سي اللي احنا نطلب كمان الدعم، ان مفيش طبعا الاحصائيه اللي عملتها ممتازه جدا، كواليفايد ونون كواليفايد، توضح قد ايه المجهود اللي بيتعمل مع حتى الناس المسؤولين عشان تعلمهم. فنرجو يكون في دعم اولا بعدم نقل او تحريك هذه القوة عشان يستمر العمل، يستمرت العمل، وخاصة في على المستوى اساسا بي اتش سي او مستوى المستشفيات. النقطة الثالثة الفورمات، طبعا الفورمات يعني الجديده كلها والناس كلها فورمات ممتازه، لكن اصبح هنا اذا كان في امكانيه للتسهيل الكلام ده يكون عن طريق اونلاين. احنا كان عندنا مشكله قبل كده لما كنا بندخل عن طريق الاي سي يو، ما كناش نقدر الفورم نشوف الاسبوع اللي فات، نشوفش الاسبوع اللي بعد، لدرجة ان لما جانا الاسبوع اللي فات من الوزارة عشان السيرفيلانس والفورمات، طلبوا منا نرجع تاني مانوال، نرجع تاني مانوال لانه مش عارفين نطلع حاجة من السيستم الموجود عندنا في المستشفى، فهنرجع تاني للمانوال. اذا كان برضو جهد جهد كبير، اذا كان نقدر ساعدتكم طبعا ودعمكم نقدر ندخل على البروجرام بحيث ان انا اشوف الداتا لمده شهر شهرين ثلاثه قدام، واطلع برسنتج واشوف الكومبلاينس الباندلز والكلام ده كله، هيكون شيء جميل. النقطه يمكن الاخيره برضو كانت بتواجهنا نتيجه برضو يعني الفتره الطويله اشتغلت فيها، السبلايز احنا كل حاجه معموله بالكود، وده معترف بيه، لكن في حاجات معينه بتتغير بالرغم انها نفس الماده. يعني ما اجي الكحول جيل دي شركه مختلفه، الشركه دي دخلت بكود، وبعدين نابكو اتعاملت مع شركه ثانيه بكود ثاني، نبعت الكود الاولاني يقول لك نوت افيلابل بالرغم انه عنده نفس المنتج من شركه ثانيه. اذا كان يقدر يساعدونا الناس على مستوى الاعلى ان هم يبدونا دايما بالنيو كودز اللي تنضاف، بس كده لان احنا بيواجه مشكله نوت افيلابل، وبعدين لما نروح نشيك المستودعات نلاقي ان هو نفس النوع كوتيري امونيوم ولا تيبر موجود بس الاسم تاني واخد كود تاني خالص. ده بالنسبه اهم برضه الهيومن ريسورسز مهمه جدا. نوع طبعا التجربه اللي عملتها الاستاذ ريوف بالتعاقد مع وتدريب الطاقم الموجود، ده طبعا ده اساسي. فنرجو النظر يعني دعمنا بالقوى العامله. يعني انا بشتغل على لما جيت ماسك لقيت ما فقط موجود اربعه مع البرامج، قدرنا نستلم ست برامج فقط في خلال الشهر ده، قدرنا نستلم ست برامج من البرامج الموجوده، واهمهم طبعا السيرفيلانس، واستخدمنا برنامج البي اتش سي، واستخدمنا برنامج كان ساعتها كان بتاع الاسنان، واستلمنا يعني ايه الحاجات دي. لكن طبعا اربعه يعني نرجو الدعم. يعني طبعا زي ما قالت الاستاذه ريوف ان دايما في ريزيستنس، الريزيستنس دي موجوده عشان نجيب طاقم وناخد من اقسام ثانيه، فنجد ريزيستنس. ف يعني اي دونت نو ازاي هنقدر نزود العدد بدعم مساعدتكم، اكون عاجز عن الشكر. وشكرا جزيلا لهذا التجميع الممتازه اللي بناخد منها خبرات وبنتعلم منها وبندي تجارب مننا لبعض عشان ننهض، لاننا كلنا دكتور مجيد احنا حتى وشؤون الصحيه احنا يد واحده لخدمه المريض وخدمه الناس عشان نطلع ببرفورمانس اداء عالي وسيف. ما في شك ده طبعا التعاون بيننا وبينهم مهم جدا. يعني حتى كمان انا اتعودت هنا معاهم على اتصال مستمر، بيحضروا معانا واحنا بنحضر معاهم في النقاش دايما عشان نرفع، لاننا كلنا بنهدف لهدف واحد. الهدف الواحد اللي هو شكرا. باقي عندنا بس 7 دقائق،
بلخص لك النقاط اللي ذكرتها فيما يخص المراكز المتخصصة الأسنان والبي تي سي، هي موجودة بالاتفاقية الثانية في جزئية التقييم، فهي كلها التقييم، نتكلم عن تقييم معايير كافة العدوى في المنشآت الصحية. لذلك هي تقييم شامل، هي موجودة في التقييم، هي في التقييم نعم. لذلك أنا رأيي، حتى أنا مقدر دكتور حجم التحديات اللي تواجهها، لأنه لسه أنت في البدايات، يمكن أول شهر لك في التجمع، الموضوع يمكن جديد شوي، لكن فيما يخص السيرفيلنس، الموقع الإلكتروني الآن يعملون الزملاء بإذن الله على حل المشاكل التقنية فيه وتحديثه مع الجهات المختصة خارج الإدارة. فيما يخص سبلايز، أنا أقترح حتى فيما يخص كل النقاط، يعني تقعدون مع الزملاء في مديرية حايل، عندهم يعني تجربة قديمة من بدايات التحول فيما يخص السبلايز وحتى القوى العاملة، ما راح يدخلون جهد في حال الحاجة الوجود، نحن فريق التحول معاكم، احنا جاهزين ايضا حتى في القوى العاملة، في عدد ما شاء الله يعني بالمنشآت الصحية بحايل ممكن تستفيدون منا اكثر، حتى لو ناس ما عندهم اي خبرة مكافحة عدوى، احنا جاهزين كإدارة نقدمهم الدعم، نستضيفهم عندنا يعني حتى لو تكليف لمدة شهر شهرين لتجهيزهم، انهم يكونون ان شاء الله القادة ويساعدونكم في التجمع باذن الله. لذلك انا ارجو بس تواصل مع اخوي ابو خالد رحمن الطريفي، والاجتماع العاجل مع مديرية حايل، النقاش مثل التحديات هذه شوي تحتاج صراحة حتى قراءة اتفاقية من جديد. تمام، الله يعطيك العافية إن شاء الله. بس الدكتور هتان أرسل لي، دكتور هتان تفضل توقع معنا. السلام عليكم. الله يحفظك، أهلا وسهلا. معكم دكتور هتان أحمد عاشور، مدير مكافحة العدوى في التجمع الصحي في المدينة المنورة. يعطيكم أول شيء يعطيكم ألف عافية والله على الاستماع، جزاكم الله ألف خير. إحنا بس عندنا في المدينة إحنا في أسئلة، يعني إحنا بحب نستفسر منه بحكم إنه إحنا يعني تونا بادئين، وإحنا كتجمع صحي يعني أصلا في المدينة يعني إلى الآن مو لنا رسميا بالفعل يعني بدأ في التجمع الصحي، في طور بدءه يعني إن شاء الله. وإحنا في إدارة مكافحة العدوى كمان إحنا لسه توبنا بادئين في التجمع الصحي. فأنا كنت أستفسر، بس كان عندي يعني كم سؤال، هو بس يعني خصوصاً في بداية تكوين إدارة مكافحة العدوى في التجمع الصحي، المشاكل اللي كانت بتصير، يعني أنا عندي مشكلة مرة كبيرة اللي هي تكوين الفريق، يعني بحكم إنه في إدارة مكافحة العدوى في المديرية وعندهم مهامهم وعندهم جولات الآيس وكذا، فكان صعب إنه مثلاً تتقسم الإدارة لإدارتين. فبدأنا نجمع فريق من برا، والحمد لله إلى الآن يعني تقريبا صرنا خمسة أشخاص في الإدارة ككل، إذا وقفت عادة في التجمع الصحي. فهذه كانت عندنا مشكلة، يعني كيف قدرتوا تواجهوا ده موضوع تكوين الفريق في الإدارة؟ أوكي، وفي عندنا مش برضو موضوع ثاني اللي هي نفس المشكلة اللي نتكلم عنها، اللي هي انطلاق التجمع مع الإدارة. يعني إحنا دحين ماشيين زي ما قلت في الموضوع اللي هو التجمع الصحي بيبدأ، وإحنا نفس الشيء إدارة مكافحة العدوى. إحنا الآن تعاملنا مع المستشفيات، إحنا كفي التجمع يعني رسمي لسه ما انطلق، يعني في رسمية، فصار عندنا في إشكالية في النقطة، في أحد يعني في تجمعات ثانية واجهها كيف أتعامل معاها. وبالنسبة للدكتور عبد المجيد يعطيه العافية قبل كده، وحتى الدكتور فهد العنيزي جزاه الله خير، تكلم معنا في موضوع المنسقين يكونوا اللي عندي في الإدارة، إذا احتاجوا تدريب ما تدريب إن شاء الله يعني ما حيقصروا معاهم. فهل أول شيء يكون تدريبهم يكون عن طريق مثلا منسقين البرامج اللي في إدارة المديرية، ولا على طول مثلا يتواصل معاكم يتوجهوا لكم بحيث أنكم تدربوهم؟ هذه كتقريبا ثلاث أسئلة. وبالنسبة لنا إحنا كمنطقة، لأن إحنا كمان كمنطقة المدينة، إحنا في عندنا 19 مستشفى، في منها بس 8 مستشفيات داخل المدينة المنورة اللي هي كمدينة تعتبر، وعندنا مستشفى واحد اللي هو ينبع العام في داخل مدينة ثانية، الباقي اللي عندنا في 10 مستشفيات طرفية، فعندنا منها تقريبا من المستشفيات الطرفية 8 مستشفيات 50 سرير. فعندنا المستشفيات الطرفية كمان يعني يعتبر عدد يعتبروا طرفية، وفي بعضها ما في يعني الكواليفايد وزي كده. عندنا 153 مركز صحي وثلاث مراكز أسنان كمان في المنطقة. فبحكم هذا العدد وبرضه في مناطق يعني زي العلا بعيدة جدا، تقريبا 400 كيلو عن المدينة، ف
كإدارة في التجمع، يعني من وجهة نظركم أنتم حتى المدرب وكابتن عادل في التجمعات الأخرى زي كده، كم العدد تقريبا المفروض يكون موجود في الإدارة؟ يعني أنا أفتكر شفت ملف راسين والديد آي بي سي قبل كده من الستافنج للإنفكشن كنترول في المديرية، إنه كان مثلا زي منطقة المدينة إذا آي ديل يكون عددهم 17 لكن كمينيمم يكونوا مثلا 14. هل التجمع إدارة وكابتن عادل في التجمعات يعتبر نفس الأرقام المفروض ولا هل حتفرق؟ وإن شاء الله هذه كل التساؤلات الموجودة، وإذا في شيء برضو حيتواصل معاكم إن شاء الله بعدين، ويعطيكم ألف عافية. دكتورة ريوف السؤال الأول عندك، تفضلي. إحنا طبعا السؤال الأول والثاني أول سؤال في الطرفية واجهنا نفس الصعوبات. بالنسبة للمان باور ما بين المديرية والتجمع هو مفروض على حسب انتقال الصلاحيات وحجمها ينتقل للمان باور. يعني المديرية هتكون جهة إشرافية فالورك لود هتكون توتالي مختلف، بس فوق الحسبان ان برضو عندهم البرايفت سيكتور والنون ايموت فاصل زي الحرس والعسكرية وصول. فبالنسبة لتجربتنا احنا يعني قاعدين في 2 تايمز 3 تايمز يعني زملائنا واتفقنا يعني احنا اخذنا الانتجر صاحب فقط لان الورك لود اللي عندهم وهذه ترى ليميت ما فيها رايت اند رونج، فكان الاتفاق من الطرفين ان انتم كيب يور ستاف مع بعضهم ملف وظيفي يرجع الى التجمعات الجديده. واحنا بدانا ريكروتمنت وتكليف داخلي. البدايه كانت تكليف داخلي انه كان عندنا مشكله في موضوع التوظيف الخارجي، بعدين استطعنا ان احنا نسوي ريكروتمنت. عدد ادارتنا الان 4. ممكن يكون على حجم العمل هو التيم نفسه احيانا ينزعج، لكن انت تو تبادر التجمع. At the end of the year حتيجي تحاسب بعدد الإدارة، طبعا ما في justification number بالنسبة للتنظيمات المديرية على حسب البروجرامز. احنا المفروض جهة استراتيجية، ما احنا بيو اوبريشن كإدارة تجمع في منطقة حلوة. المستشفيات هم البيو اوبريشن. سو إذا كان عندك 10 في المستشفى شوفت إن أنت عندك 10 في الإدارة الرئيسية تبدي. فعددنا 4 we are doing things great. لما جاءت الـ business unit يراجعون من دور الإدارات إحنا ما حد لمسنا عددنا فعلياً بنزبط إن إحنا نكبر الـIBC توكان في المستشفيات، لكن أعتقد إن الذكاء تشيل من المستشفيات نفسها، يعني الاستثمار في الـIBC في المستشفيات، لأن في الأخير إنت ما تبغى عندك تندس من دور، بينما المفروض إن إحنا نتابع المؤشرات نسوي إنشيتيف نتأكد إن الوقت لو ماشي. النقطة الثانية من ناحية التجمع هو أنتوا سابقين يسنا في السيستم work with the flow، بس حلو أن تدخل ريدي لأن هنا هو يعلن رسميا أنا أعرف إلى الموقع الوصفي أنت تدخل ريدي this is what happened with us. تعالوا زملائنا في الرياض إحنا أول إدارة خلصت الأجريمنت، إحنا أول إدارة مخلنا صلاحية لأن كنا في البريبريشن بيريد نشتغل على قدم وساق أنه لما يبدأ الإطلاق إحنا نكون جاهزين. So I advise you, this is good for you. At least on standby, zip, إحنا نوصل. وبالذات تسوي foundation مع المستشفيات وعلاقاتك مع الميديوس والهيكلة التنظيمية استراتيجية في المال. المستشفيات الطرفية إحنا نواجه نفس المشكلة، الرفيع أبعد المستشفى تقريبا 500 كيلو 600 كيلو. في نقطة مهمة ترى في قوة وأوثورتي للتجمع لإنشاء برامج تطويرية للموظفين. استغلوا هذه النقطة. يعني ما راح نضغط على زملائنا في المديرية إن يشتغلنا برنامج، لأن إحنا we can create our own programs based على الـ requirements اللي نحتاجها من موظفينا. المستشفيات الطرفية من أكثر المستشفيات اللي واجهنا فيها challenges، لأن الناس ما تبغى تطلع تطبيق معك، حتى الهاير اللي موظفنا في الفايز ما حد يبغى يشتغل معك. فأنصحكم الاستثمار في أهل المنطقة. ما بتبغون senior qualified مثلا، لكن سوينا advertising جونيور في البرنامج، أخذناهم في البرنامج في المستشفيات الرئيسية 3 month program 4 month program supervised by senior من المنطقة الرئيسية، وفعليا مرنا الاستمرارية لأن هم من أهل المطعم، يعني ما راح أجيب أحد من الدمام وأديهم فيها بعد سنة يقول لي برجع لكم. والسي بي آي سي بروجرام اللي سووه الوزارة كان جدا رائع وساعدنا، وإن شاء الله نحن ريسبايرد زي ما وعدنا الدكتور عبد المجيد اللي يكون another في السنتر، لأن فعليا preparation رائع للجونيور تكشف مطلوب، بس المناعة مستشفيات الطرفية من أهل المنطقة.
الله يعطيك العافية ريو. في بس سؤال دكتور هتان، طبعاً أول شيء رحب فيك، أتمنى لك التوفيق. أتوقع والله الأمانة إنه 5 عدد إن شاء الله كافي في المدينة، وما شاء الله أنتم جميعكم كفاءات صراحة وطنية نفخر فيها الفريق اللي موجود معاك، لكن والله نتمنى إنك يعني تبشرنا بكرة بأن اتفاقية توقعت في المدينة بإذن الله وأنتم أهل لها. فيما يخص تدريب الفريق، المديرية جاهزة بإذن الله وجميع مديريات المناطق مؤهلين مدربين، وفي حال الحاجة للتدريب عندنا بالإدارة احنا جاهزين للأمانة، حتى على النواحي مو الفنية الإدارية، الموقع الإلكتروني، طريقة قراءة التقارير، لو يبغون الزملاء عندكم يجون عندنا إدارة يشوفون كيف تدار عملية متابعة الأكشن بلان أو متابعة جودة التقييم أو حتى الأجزاء التنفيذية في التجمعات التشغيلية، احنا جاهزين. فقط يعني توجه المديرية، وفي حال رغبة في تدريب أكثر احنا جاهزين. من ناحية المعيار القوى العاملة، المعيار اللي وصلك هو معيار يختص بالمديريات من بنود التحول الصحي، لأنه التجمع هو اللي يعمل هيكل، التجمع بكل إداراته وليس مكافة عدوى، هو المختص بعمل الهيكلة التنظيمية الإدارية له، بما لا يعني يؤثر على عملية تقديم الرعاية الصحية. يعني هيكلة تنظيمية الفانكشن موجود، وين يكون مو بشرط يكون زي الوزارة زي المديرية، لذلك التجمعات هي منفصلة بالتنظيم الإداري بشرط أنه الرعاية الصحية ما تتأثر. المعيار العدد راجع لك سواء 1 أو 100، لكن الأهم من الفانكشن البرامج يكون موجود، مو شرط يكون منسق الايكا بالوزاره يقابل نظير له في المديريه يقابل نظير له في التجمع، هذا غير صحيح. لازم يكون الفانكشن اللي تحتاجه التجمع هو موجود، مو شرط الشخص. لذلك يعني ان شاء الله باذن الله في حال توقيع اتفاقيه احنا يعني جاهزين انكم متواجدين، تعيدون ترتيب الاوراق بشكل افضل، حتلاقي العدد 5 باذن الله قادرين على انهم يؤدون مهام بشكل كبير في المدينه. أوفقكم الله. في أحد بس أنا ودي الزملاء بالرياض، ودي في 3 تجمعات ودي نسمع صوتهم صراحة. السلام عليكم. عليكم السلام. الله واضح صوتي؟ إيه تفضلي. معكم خلود الرويلي من مكافحة العدوى في التجمع الصحي الأول. حياك الله أنا خلود. أشكركم جدا على الاجتماع هذا المفيد جدا، وأشكر الدكتور ريوف على البرزنتيشن الرائع. إحنا في التجمع الصحي الأول إحنا في المرحلة بداية من القصة الجميلة اللي أعطتني إياها الدكتور ريو، وفعليا نمر بنفس الصعوبات اللي هي مرت فيها، فأشكرها جدا إنه إحنا الآن حنستفيد من الخبرات اللي هي مرت فيها والمواقف اللي تعرضت لها، وإحنا شغالين فعلا في بنفس النظرة اللي كانت هي شغالة فيها، ونتمنى من الله التوفيق. إحنا بالنسبة لنا توقعت الاتفاقية الحمد لله، وشغالين في البرامج مع المديرية في استلامها وتوجيه المنشآت فيها، وبإذن الله المرحلة الجاية حتكون يعني مع المديرية مرتبة بشكل قوي، وحتى يسمع صداها يعني على مستوى المديرية والوزارة والتجمعات بإذن الله. وأشكر الفريق كامل في مديرية الرياض، صحة الرياض، وأشكر الفريق في الوزارة داعم لنا دائما وأكثر في التواصل معه في احتياجنا وتوجيهنا، وأشكركم مرة ثانية على الاجتماع الرائع هذا. الله يعطيك العافية خلود، شكرا لك فريقك الرائع، قواكم الله. إذا فيها إضافة يا إخوان، يمكن أخذنا من وقتكم 7 دقائق. ريوف عندك إضافة؟ الله يعطيك العافية ريوف، شكرا لكم جميعا. سعيد بهالملتقى الأول صراحة لمنسوبي مكافحة عدوى التجمعات الصحية. السنة هذه كان إلكتروني وأونلاين، إن شاء الله السنة الجاية بإذن الله يكون في أحد المناطق، ونتشرف أن نقابلكم حضوري بإذن الله، ويكون منطقة أخرى غير الشرقية، ودنا حد يجي يغطي على الشرقية اللي اليوم هم قاعدين يكشفون فيه. الله يقويكم. لا الله يعطيكم العافية والله ريوف، شيء جميل، أنا والله سعيد صراحة لمانة، ونتمنى إن شاء الله السنة الجاية نشوف مناطق أكثر بإذن الله،
يحكون إنجازاتهم. الله يقويكم وفرصة سعيدة يا إخوان. بإذن الله في حال الحاجة إلى أي إضافة أو الحاجة للدعم إحنا جاهزين. أنا طبعاً نتشرف أنكم تزورونا في موقع الإدارة www.gdibc.sa، حتلقون فيه كل الأدلة تنظيمية وفنية وإدارية أو كل وسائل الدعم التعليمية والتدريبية يحتاجونها، وحتى فيها كل وسائل التواصل فينا، وإحنا موجودين على مدار الساعة بإذن الله في الإدارة. شكراً دكتور خالد عنزي على دعمه، دكتورة فايزة الفوزان، شكراً للزملاء بمكتب تحقيق الرؤية ممثل بالدكتور سطام الشيح، المهندس سعد الزكري، الأخت فاطمة ربحان، شكراً للزملاء في تجمع الشرقية ولكم أنتم جميعاً. نلتقي بإذن الله في لقاءات ثانية، وشكراً لحضوركم. الله يحفظك. الله يحفظك. شكراً جزيلاً. الله يعطيكم العافية جميعاً. يعطيكم العافية.